نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد آخر دهون متصل على تطبيقكم تليجرام. قم بالضغط على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على آخر ظهور ومتصل. هنا سوف نقوم باختيار من يمكنهم رؤيتي آخر ظهور لي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها قم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.